سيدنا زيد. وده يعني خريج مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة. سيدنا النبي كان يعد الرجال صلوات ربي وسلامه عليه. منهم زيد ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أخيه سيدنا عمر. هو أخ عمر الكبير الأكبر. والأخ الأكبر دايما له مكانة في قلوب الإخوات اللي طبعا بعدين. لأنه يكون أكثر حنانا، أكثر رأفة، أكثر شفقة، بيبقى مكان الأب، ربما يساهم في التربية. صحيح، ربما كمان هو اللي بيساهم في التربية مع. فالأخ الكبير بيبقى له دور كبير. وكان طويل، وكان يعني زي سيدنا عمر كده، وكان أسمر اللون، فيه سمرة. وهاجر مع سيدنا، وسبق سيدنا عمر في الإسلام. سيدنا عمر أسلم بعد سيدنا زيد، مع أن كله يعلم سيدنا عمر. سيدنا عمر يعني ما طبعا فيش كلام يعني. إذا ليه هو مش في شهرة سيدنا عمر؟ يعني إحنا يمكن بنختار الشخصيات اللي ممكن يكون ناس كتير قوي ما يعرفوش حاجة عنها، ما سمعوش عنها، في شخصيات بارزة أكتر منهم. في يعني عارفة لما سيدنا النبي يقول الله سبحانه وتعالى اختارني واختار لي أصحابي. الله سبحانه وتعالى اختار لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من يكون المقرب قوي، من يكون صاحب المشورة. فخص سيدنا أبو بكر بالمشورة، خص سيدنا عمر بالمشورة، فكان لهم الحظ الأكبر والأوفر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة. عمر تميز بأشياء كثيرة لم يتميز بها كثير من الصحابة. رجاحة العقل، القوة في الحق، العدل، الزهد في الدنيا، وإن كان كلهم فيهم هذه الصفات، ولكن كانت بارزة بصورة أكبر في سيدنا عمر. لما نقول الصحابة كانوا كلهم عدول، ولكن تجد فيه ناس أكثر وأكثر كل حد في الصحابة كان بيتميز بصفة معينة. بصفة معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك فيهم صلى الله عليه وسلم، وأراد، وديت يعني ده جمال المعلم وذكائه، جمال المعلم أن يبرز، وكذلك ولي الأمر في البيت، أن يبرز في كل ولد من أولاده الصفة الجميلة وينميها. لما سيدنا النبي يقول أفرادكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أمين الأمة أبو عبيدة. هو ليه ده كله؟ طب ما كلهم أمناء وكلهم علماء وكلهم يعلمون الحلال والحرام. ليه؟ سيدنا النبي لمح في كل واحد فيهم ميزة فأراد أن يظهرها. ودي ذكاء المربي طبعا صلوات ربي وسلامه عليه. فسيدنا زيد بن الخطاب أسلم قبل سيدنا عمر، ولما جت ساعة الهجرة هاجر مع سيدنا عمر. سيدنا عمر خرج عندما قال من أراد أن تثقله أمه أو يتم ولده أو مش عارف يلقاني خلف هذا الوادي. من اللي خرج معاه؟ خرج عدد كبير، قالوا تجاوزوا 20 نفر، منهم سيدنا زيد بن الخطاب هاجر مع سيدنا عمر وذهب إلى المدينة. مواقف سيدنا زيد هي موقف المقبل على الله، المحب للآخرة، الكاره للدنيا. ازاي؟ احنا ما نقولش بقى، الإنسان عندما تسكن الآخرة في قلبه، الآخرة في قلبه، يقبل على الله بكليته. وعلى قدر سكون الآخرة في القلب على قدر الإقبال على الله. مش انه بقى يعني اي حد بيسمع انه يعني تسكن الاخره قلبه بانه خلاص بقى هو يعني هو مش هيقعد ومش هيعمل اي حاجه خالص في الدنيا، ولكن هو السعي للربنا سبحانه وتعالى يرضيه. لو الصحابه عملوا كده الاخره كانت في قلوبهم. لو قالوا خلاص نحن نقعد ما كانش الاسلام وصل لنا. ما كانش يبقى في تقدم. لا، وهم ضامنين يعني. نعم. ضامنين كمان الاخره. نعم. احنا مش ضامنين بالضبط. فاذا معنى سكون القلب في الآخرة في القلب أن تكون الدنيا في اليد ولا تسكن القلب. الدنيا في إيدك، افعل بها ما تريد، تمتع بها في الحلال وكل المباح، والبس المباح، ولكن لا تجعل الدنيا تسكن القلب عشان ما يحصلش تزاحم. اجعل الآخرة. لذلك سيدنا علي كان يقول إيه؟ كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فتخسروا. الإنسان كلما يكون الآخرة في قلبه يخاف من الحرام. صحيح. يخاف من عقاب الله، ويعرف أن الدنيا وكلما كانت مش هتبقى. ده اللي كان في قلوب كثير من الصحابة، وكان واضح ذلك عند سيدنا زيد بن الخطاب. كان ليه هو غزوات كتير، وكان حامل راية الإسلام. نعم. سيدنا زيد بن الخطاب حضر غزوة بدر، وحضر غزوة أحد، وكان له الموقف الكبير في غزوة أحد. في غزوة أحد كانت تربية للأمة،
ازاي بقى؟ كيف لا تخالفون امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام. وانا هقول لو سيدنا النبي امر الرماه قال لهم لا تتركوا اماكنكم. خلاص ليه؟ عشان هم يحموا الظهور على مكان عالي كده اللي يشوف جبل احد على مكان عالي يحمون ظهورهم. ما تسيبوش المكان ابدا وتنزلوا. وده اللي حصل. سابوا المكان ونزلوا، لف سيدنا خالد بن الوليد وارتقى هذا المكان وبدا يضرب، وتحولت المعركه من نصر للمسلمين الى نصر للمعسكر الاخر. كان سيدنا خالد وقتها كان ما زال مع قريش. فلو المسلمين اتغلبوا، لو المسلمين غلبوا في هذه المعركه كان يبقى ايه؟ كان هيبقى اي حد ممكن يخالف قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. فكانت تلك الهزيمه هي بمثابه النصر والتربيه للمسلمين. انتم خالفتم وتهزمتم، لو كنتم خالفتم وفزتم كان اي حد بعد كده يخالف كلام سيدنا. ما احنا خالفناه قبل كده والحمد لله فزنا، خلاص ما نسمعش الكلام بعد كده. ولكن لا، مجرد المخالفه اوقعت المسلمين في شر الهزيمه. فر من فر وقتل من قتل، وكانت معركة دامية حزن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمه وعلى الكثيرين. وكان سيدنا زيد له موقف، زيد بن الخطاب انكسر درعه. طبيعي ياخد الدرع، طبيعي لما الأخ الصغير يشوف الأخ الكبير اللي في مقام والده يعني في حاجة إلى شيء يدافع بها عن نفسه، فعايز يديله الحاجة بتاعته. فقال له يا زيد خد درعي احتمي به. فقال لا، إني أريد الشهادة كما تريدها يا عمر. ورفض أن يأخذ الدرع. فده يدل على شفقة سيدنا عمر، لذلك يقول فرآه سيدنا عمر فأشفق على أخيه زيد. خاف عليه، ده أكبر منه سنا في مقام الوالد، وهو ده عايز يحميه. قال له خد الدرع بتاعي وسيبني أنا. قال له إني أريد الشهادة. كانوا بيتسابقوا هما الاثنين على الشهادة. نعم على الشهادة كما تريدها يا عمر. ده الموقف الجميل في غزوة أحد.